خير. طبعا غاية اليوم ان شاء الله راح نسوي لكم شو عماني تمام مع الحبيب ما شاء الله. ها قفاز راويني لابس قفاز. ماكذك هذه ترى اللي اختربت مو اسمه ما شاء الله لحم حركات تنظيف اول تبويها شوي. ها خذ نفس عميق غمض عينك قول الله غمض تو مالك لحم ما شاء الله. من متى انت قاعد تغسل اللحم؟ من متى يعني؟ ما شاء الله تبارك الله هذا كله ما شاء الله يوسف كستمر ما شاء الله عندك واجد الله يوفقك. خذ نفس عميق وقول يا رب يا رب الله يوفقني لأكثر. خذ نفس أبوك وقال آمين يا رب. عاد بدأ أبا نحن ما نبعد لا يساعد نطلع روح عمي عمي اسمع عمي طردني عمي عمي سمع ذي يطردني ويطلع أقول لك نحن بأنشرع خلي زي يتكلم أبوك يتكلم باغي ما يحنا الشغل اللي بقول صحيح سمع عنده احنا وبعدين استمتع في الشغل. كيف تستمتع؟ كيف تستمتع؟ ما تخلي الواحد يشتغل يعني اروح البيت؟ روح تفزيرتكم ما زينه اليوم اقول لك با. ايه اذا سوى شيء ما تقص ايه لا تقص اكلمك انا اكلمك لا ما يقص يقول لي اطرد تبغى يزيد لك استمر عندك خلي اليوم شغل بيدي وشو اذا ما زال بالله ما خلي والله شوفوا ما شاء الله تفزيره شو عمانيه 100% ترى مال البيت هي مال البيت هذا منتج عماني 100% مره استخدم انا منتجات غير عن عمانيه ترى من خلاك تقطع البيبسي والدي والعربة ايه لا قص سمعني ما سمعك انا لكن نحن اللي خلتنا اقطع الواجب لا اقول لك الواجب الواجب طبعا لكن عمي انا ترى كان مشتري وخليته يرجع يوسف يعطينا الاوامر ونحن ان شاء الله راح ننفذ الاوامر ابو يوسف سوبرفايزر ها انتوا خبرات بعد خبرات اي والله نتعلم منك الغالي نتعلم منك يوسف اليوم طبعا بنسوي لهم شو عماني اول اول صفعتين حالك انت اسكت شالين الشوا ندفن الكيكه ها ندفن الكيكه وايش رايكم ها وايش رايكم وايش رايكم وايش رايكم الو علو حي الذي حياني علو حي الذي حياني وحايته من بعد وحايا الذي زورني علو حايا الذي زورني ليلة برك ورعد وحايا الذي ضيفني علو حايا الذي ضيفني برنز ولحم القعد علو واي طوي تدعوني علو واي طوي تدعوني وقبل القيض بشهر علو العادلين اضعوني علو العادلين اضعوني والخاطر في كدر علو محبة من دوني علو محبة من دوني ولا جاه ولا قدر قيضت قيض عيوني وتسفر يو نظر وريت الجراح يهوني علو ريت الجراح يهوني سهر عن ريم انا لاقيت اللي قاصد يبى الحيلين وساعت انا لاقيت وتوتل النيدين عن ريم انا لاقيت وقاصد يبى المحيول راب بخير ونعايم ما شبت عينه في محول ويا الله تخصب داري وحبي بيها يعود ويا الشركي الوزاي وهليتني يا سعيد من كان ما تباني وديني عندي أهلي لو كان أهلي بعيد أهلي يترقيوني وشرواه هلال العيد شرواه قمر 16 ما حد عنه نشد عن الحين راح نسوي لكم الشو العماني طبعا لازم تكون الخسفة الورق موز اللحم التبزيرة من بعدها راحين نتبل اللحم الله خلصنا دفعة الحين بزرنا اللحم
بالتبزيرة العمانية وصار جاهز. نحط اللحم في الخسفة من بعدها نحط الورق الموز. شيء ورق قبل؟ وشيء ورق بعد؟ ورق بعده. هذه دفعة الثانية من اللحم. شالين الشوى. ندفن الكيكة. ها؟ ندفن الكيكة. وإيش رأيكم؟ ها؟ ها؟ الله. واحد اثنين. وسطة وسطة واحد. وسطة وسطة. ايوه في النار واحد اثنين ثلاثة. اوبا خوس خوس. ايوه. عق الثانية. ايوه يلا عش. يلا عش.